أما هلأ رشا رح ننتقل لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير، رح نكون فيها ضمن عالم التكنولوجيا والفيسبوك. مين منا ما عانى منكم من مشاكل مع الفيسبوك؟ فجأة ما نكون عم نشتغل بشكل سليم بيطلع لنا أنه تسجيل خروج، تسجيل خروج انتهت الصلاحية أبسط ما يمكن، أو أنه انتهت أحد معايير الفيسبوك. أكيد نيرمين، بالإضافة اليوم أنه في ثغرات بالفيسبوك، في معايير للفيسبوك عم بتم أحيانا انتهاك، أحيانا بتنزلي أي شيء، أي بوست، أي صورة، أي شيء، فبكتب لك لقد انتهكت المعايير. اليوم شو هدول المعايير اللي احنا مفروض أنه نعرف شو هنن أكثر؟ شو هنن الثغرات الموجودين بالبرمجة إن كان على الفيسبوك أو كان على أي موقع تاني؟ صحيح، ولنحكي أكثر عن هي التفاصيل رشا معنا عبر السكايب الأستاذ براء حباب، وهو مهندس سوري وخبير نظم أمن معلوماتي. صباح الخير. صباح النور يا هلا، كيفكم؟ أهلا، الله يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير استاذ. صباح النور يا هلا، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعدكم يا رب. خلينا نحكي بداية عن الانطلاق اليوم، ما شاء الله هيك يعني رح نذكر اليوم انه الخطوات اللي حضرتك مشتغل عليها، ولكن دائما الناس بتحب تعرف كيف كانت الانطلاقة، هل كان في حدا عم بيساعدك؟ هل كان في اخصائيين دكاترة اليوم بهذا المجال ساعدوك او كان مجهود شخصي؟ هلا بالبداية من وقت ما كنت صغير مثل ما بيقولوا كالانطلاقة، كان صعب جدا انه انت تبلش فيك لحالك، يعني ما كان في حدا مساعدني، لا بصراحة كان كله مجهود شخصي بايدي، يعني كنت ادرس جيب الكتب من مثل ما بيقولوا باللغة الانجليزية وراجعهم مزبوط يعني باللغة حتى اخذ المعلومة بالمصدر نفسه، وبلشت دراستي وكملت وتفوقت ما بيقولوا فيها، يعني ضل تدريس واجتهاد شخصي مثل ما بيقولوا لك. تمام. رح نوه نحن معك براء انه انت كنت اليوم اول سوري بيكتشف ثغرات بالفيسبوك، وكمان لك كثير من خلينا نسميها انجازات التكنولوجيا، خلينا نضوي عليها هيك ولو سريعا، كيف كانت اول تجربه اليوم؟ كيف تواصلت مع الفيسبوك واكتشفت هي الثغره وموصل لاخر الاكتشافات؟ الحمد لله رب العالمين، يعني كأي مستخدم عادي أنا ما حبيت كون أنه أعمل شات بس على فيسبوك وأقعد نزل مثلا صور ويعني أحكي مع ناس وكذا، فكان همي أكبر، يعني كان أنا وصغير أقول له لوالدي أنه أنا بدي أتوظف بهي الشركة، فالناس اللي حوالي مثل ما يقولوا كانوا أنه لا صعب، يعني ما بتصل لهالمرحلة. فالحمد لله رب العالمين بتاريخ 2016-2017 قدرت تشوف ثغرة يعني صغيرة، هاي الثغرة خلتني أنه أتخطى تسجيل الدخول مثل ما بيقولوا باللغه العربيه لاي شيء بدون ما اعرف ايميل او باسورد او بريد الكتروني لاي شخص، يعني صورت فيديوهات وبعثتها لفيسبوك مثل ما خبرتك كانطلاقه، ما عندي انا ما كفيت جامعتي فلهالسبب ما عندي الخبره الكافيه كان. الحمد لله رب العالمين، فبعد اخذ وصد ورد والوثائق اللي كانت معي وصورتهم بفيديوهات الى اخر شيء لحتى ردوا فيسبوك علي. شو كيف كانت ردة فعلهم يعني لما انت حضرته مخترق الحساب المؤسس الثاني لفيسبوك يعني اليوم؟ الأيام النقطة اللي صارت انه الفيديوهات كانت لصفحات عالمية وكبيرة دخولي ووثقتها كلها بفيديوهات وكتبت عليها عبارات خاصة فيني يعني، وطبعا مو لحتى إذية الشخص ولكن كإثبات لفيسبوك انه في ثغرة بنظامكم. دخلت يعني على صفحة فيها 3.7 مليون مستخدم، كتبت فيها مخافة الله ان لم تكن مع الله لم يكن الله معك، بالأخير وصلت للمؤسس الثاني اللي هو كريس هيوز وكتبت له لا يوجد حماية 100%، دائما هناك ثغرة مفقودة، يعني هي الجملة انشهرت الحمد لله رب العالمين، تذكر حسابي الشخصي ومن وقتها من هون قدرت أنا أتواصل معه وأقدم له. طبعا أنا اسمي ما انذكر بقائمة الشرف لأنه في قاعدة في ستيب باي ستيب لحتى تنزل هي الثغرة بطريقة صحيحة، أنا ما استخدمت هي القاعدة بصراحة، كنت الاستثناء طبعا، والحمد لله الله وفقنا وجاني رد انه نحن بنتشرف فيك بعد ما تحققوا بالثغره اللي كانت موجوده عندهم. ايضا كان لك دور باكتشاف ثغره ببعض المصارف بمصر اليوم، يعني على كافه الجبهات مثل ما بيقولوا، اليوم كيف قدرت تدخل على هي الثغره وشو كانت رد الفعل المصريه مصارف مصر؟
هلا الثغره هي عباره ليست بالمصارف، خليني ننوه، وهي عباره عن شركه تامين لاغلب المصارف الموجوده بمصر، اللي هي بنك مصر المركزي وبنك الاهلي وهالامور. هي الشركه بالذات هي لتامين حمايه المستخدمين الموجودين بالبنوك المصريه. الحمد لله رب العالمين اكتشفنا هي الثغره، تواصلت مع الجهات العليا بمصر، وصلت للبنك المركزي، تواصلت مع رئيس امن المعلومات بالبنك المركزي، قلت لهم انه حتى اتاكد انه هي الشركه ما لهم قواعد بيانات بقلب البنوك، فقالوا لي لا هي فقط انه نحن عندنا كاستمر او عملاء عندنا. الحمد لله. فالشركه بصراحه هي انصدمت، استحت مثل ما بيقولوا، ما طلعت تصريح انه في ثغره بموقعهم، بس الحمد لله في اثبات وفي فيديو موجود على بروفايل الشخصي. براء، كمان من المشاكل يلي بتواجه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك هو اغلاق حساباتهم، ومو بس الحسابات وايضا الصفحات، وانت رجعت عدد كبير من هي الصفحات. اول شيء خليني اسالك، شو هي المعايير يلي بتحرص عليها فيسبوك وعلى اساسها بتاخذ هذا الاجراء باغلاق الصفحات؟ وخلينا نحكي هيك كيف بيتم يعني استرجاع هي الصفحات وعن تجربتك بهذا الموضوع. طيب هلا النقطة بالسؤال الأول، القسم الأولاني، إنه في عنا معايير خاصة بمجتمع فيسبوك اللي هي الحظ على الكراهية، الحظ على العنف وهالأمور والانتحار وكذا، دائما تتحدث بخلال 24 ساعة، كل 24 ساعة بينضاف بند جديد أو خاصية جديدة أو بيشيلوا شيء جديد من معايير المجتمع. لهيك أنا بنصح دائما كل المستخدمين على فيسبوك إنه نراجع معايير المجتمع، سياسة المجتمع، إن كانت للبروفايلات الشخصية أو إن كانت للصفحات العامة. النقطة هون اللي بدي أوضحها، ضروري جدا أي شخص بيشتغل بالسوشيال ميديا ماركتينج ضروري يراجع معايير المجتمع، لأنه عبارة عن خطأ صغير فيسبوك ما بترحم، دغري بتسكر الحسابات والصفحة العامة. النقطة اللي من خلال هون، احيانا البوتات المبرمجه على حتى تتابع هي المعايير المجتمع تغلط او بتصير مثلا انتهاك غير حقيقي لم يتم اثباته، يعني عرفتي كيف؟ فالحمد لله رب العالمين باخذ انا القضيه من الشخص نفسه، باخذ كل المعلومات كلها، فبروح بعطيها للفريق المتخصص بهذا الموضوع، وهذا الفريق بيراجعها يدويا مره ثانيه، واذا كان في حق لحتى يرجع فالصفحه بترجع مثل ما هي، ان كانت صفحه عامه ولا حساب شخصي. طيب براء، اليوم حضرتك يعني ما بتخاف اليوم من المساءلة القانونية أو أي مسؤولية وقت اللي بيكون عم تروح لموضوع الثغرات واختراق، إن كان للفيسبوك وإن كان لشركة التأمين، اليوم هل تعرضت لهي القصة أو لا؟ لا الحمد لله، لأنه أنا في عندي إثباتات ودلائل، أنا باتصالي لهم أول شيء كذا. هلأ النقطة اللي بدي بس أوضحها للناس جميعا، أنه في برامج معينة بتضعها الشركات العالمية لحتى تقدم ثغراتها بطريقة صحيحة وتكسب منها مكافآت مالية، تمام؟ يعني إن كانت شركة فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ولا شركات سوني أريكسون وغيرها، لازم هدول الشركات تستقطب هدول الناس اللي عندها القاعدة البيانات جدا ضخمة بعقولة، وبتستفاد منها بحيث تأمن مصادرها البيانات، يلي إن كانت كحماية، كاختراق، كتعدي للخصوصية، كثغرات يلي هي إنه تخطي للحماية تبعها، فهدول بتأخذهم من المستخدمين وبتصلح وبتعطي عليها مكافآت. فلا جدا يعني ما عليها أي مساءلة قانونية إلا إذا كانت تستخدم هي الثغرة بطريقة غير صحيحة وتضر المستخدم أو الشركة اللي أنت عم تتعامل معها، فطبعا بيصير في مساءلات قانونية. بعد خلينا ننتقل لموضوع كثير مهم وهو حماية الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دائما في سؤال يعني ببالي الكثير، انه فيني انا كمستخدم احمي خصوصيتي 100%؟ هلا مثل ما حكيت انا بالجمله، لا توجد حمايه 100%، دائما هناك ثغره مفقوده. النقطه هون انا بنوه للمستخدمين دائما يكونوا عاملين ابديت على حساب بعد تجارب صفحاتهم بحيث اسماء حقيقيه موجوده، لا يستخدموا اكثر من حساب، لازم يكون في بريد الكتروني مربوط بقلب الحساب، رقم تليفون، ومنفعل التو فاكتور اثنتيكيشن، ضروري جدا هي الخطوه. طبعا في ثغرات تتخطى هي الشغله، والحمد لله رب العالمين عم نحاول ننصح اكبر عدد من المستخدمين انه يفعلوا هي الخطوة، لأنه هي عبارة تحقق بخطوتين أو المصداقية الثنائية، بحيث أي حدا معه الإيميل تبع حضرتك أو كلمة السر ويجا يدخل على طريق الفيسبوك، ففيسبوك بيمنعه بيقول له طيب بما أنك أنت هذا الشخص أعطيني هذا الرقم اللي أنا بعت لك على رقم تليفونك أو على تطبيق جوجل أثنتيكيشن، تمام؟ فهي تعتبر ميزة حماية إضافية لحساباتنا. لازم يكون حساباتنا بمعلوماتنا الشخصية
مطابق لهويه صادره عن جهه حكوميه، لانه فيسبوك بتاخذ صوره هويتك او جواز السفر وحتى ما بتطلع على البيانات اللي بقلبها، بتطلع فقط على رقم البطاقه وبتتواصل مع السفاره اللي حضرتك انت او الجنسيه اللي فيها مثلا سوريه، فبتقول انه فعلا هذا الشخص عربي سوري، فعلا بياناته حقيقيه، فبيرجعوا لك الحساب، عرفتي كيف؟ فقصص التزوير صارت ممنوعه هلا حاليا، لانه تزوير هويات وكذا. النقطة الثانية صار في عنا حماية بفيسبوك اسمها اللي احنا بنقلها الاي بي لوكيشن، تمام؟ بحيث انه حضرتك انت بسوريا في حدا معه معلوماتك باي بلد ثاني وقدر يفتح حسابك، فيسبوك بتقفل الحساب تلقائيا، وبضروري جدا يكون معك الجهاز اللي حضرتك انت بتفتحي منه حساب، عرفتي كيف؟ فهي حماية كمان صارت جديدة بقلب فيسبوك. طيب براء، كل حدا بالحياة له طموح وله هدف، وحضرتك مثل ما خبرتنا أنه لسه ما خلصت دراستك ولكن طموحك عالي، يعني مبين من الشيء اللي مشتغله. خبرنا اليوم شو طموحك، وهل عم تشتغل على ثغرات جديدة؟ الحمد لله رب العالمين، انا طموحي ازرع الامن المعلوماتي بكل الوطن العربي بصراحه، نحن بلد نحن وطن فقير جدا بالامن المعلوماتي، ان كان على مستوى سوريا وان كان على الوطن العالم كله العربي. فكره هو نحن ما بنفرق عن الغرب كثير بصراحه، يعني حتى نحن المهندسين اللي بفيسبوك نحن ما بنفرق عنهم، نحن عندنا قدرات اقوى منهم، يعني هن بيشتغلوا على ستيب باي ستيب، 1+1=2، لا نحن فينا نعمل معادله رياضيه لنوصل للناتج، وهي الشيء اللي بخلينا نتفوق على الوطن الغربي نحن بهالنقطه. ما حدا يستخف بقدراته بصراحه، يعني انا عندي حلم مثل ما قلت لك اني اوصل فكره الامن المعلوماتي لكل الوطن العربي. نحن مشكلتنا ضعاف بشيء اسمه خصوصيه او برايفسي، بالعكس الوطن الغربي هن عندهم خصوصيتهم جدا عاليه. في مقارنات صغيره، بس ان شاء الله يعني من خلالي او من خلال اسمي المتواضع، وحتى اني انا اضع بصمه بعالم المعلوماتيه باسمي، انه الحمد لله رب العالمين قدرت ساوي شيء وانجو ساويه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. براء حبابنا نتشكرك ونشكر كل حضورك اليوم عبر سكايب معنا، بنتمنى لك كل النجاح، ومثل ما ذكرت حضرتك نشوفك عامل اعمال حلوه ويكون لك بصمه بعالم البرمجه وايضا الشباب. اكيد بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا براء، وبنتمنى لك كل التوفيق. كنت معنا عبر اتصال هاتفي من السويد، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم وللقعده.